السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم سندة. النهاردة ان شاء الله رب العالمين الفيديو هيكون عن الفرق بين المضارع المستمر والمضارع البسيط، ولكن بطريقة مختلفة شوية. انا بعتبرها طريقة عملية اكتر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول جملة معانا هي I eat fish. I eat fish. I eat fish. أنا باكل سمك. هنا معناها إن أنا في العموم باكل سمك، مش دلوقتي باكل سمك. ليه؟ أنا استخدمت زمن المضارع البسيط في الجملة، جبت الفاعل بتاعي والفاعل طلع مصنف ضمن الجمع. هتقولي I مفرد؟ لا، في الإنجليش بنستخدم I ضمن الجمع. لما لقيت الفاعل بتاعي جمع، جبت الفعل بتاعي بدون أي إضافات زي ما هو كده. أنا كونت زمن المضارع البسيط، سهلة خالص. بستخدمه في إيه الزمن ده؟ في إني أتكلم عن الحقائق، العادات، الجداول. فلما أقول I eat fish معناها إن أنا باكل السمك في العموم، بس مش دلوقتي باكل سمك. يعني مثلا حد يقولك أنت بتحب السمك، فأنت تقوله آه أنا باكل السمك. I eat fish. I eat fish. أنا باكل سمك. I eat fish. I eat fish. الجملة اللي بعد كده معانا هي She's eating an apple now. She's eating an apple now. She is eating an apple now. She يعني هي. is تكون، eating تأكل، an دي بتيجي قبل الاسم اللي مبدوء بحرف متحرك أو بصوت متحرك عشان تبين لي إنه نكرة وإنه مفرد. apple تفاحة، now يعني الآن. في الجملة دي أنا استخدمت زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر أنا بكونه إزاي؟ بجيب الفاعل بتاعي، لو هو مفرد هحط is، لو هو جمع هحط are، لو هو I هحط am، وبعد كده بجيب الفعل بتاعي وازود له ing. فانا لقيت الفاعل معايا she، هي فاعل مفرد، فحطيت is وجبت الفعل بتاعي وحطيت له ing. she is eating معناها ايه؟ هي بتاكل دلوقتي حالا. زمن المضارع المستمر بيستخدم عشان يبين لي انا بعمل ايه دلوقتي حالا، او اللي قدامي بيعمل ايه دلوقتي حالا. فلما اقول she's eating an apple، هي بتاكل تفاحة، فده معناها ان هي بتاكل التفاحة دلوقتي حالا. she's eating an apple now. She's eating an apple now. She's eating an apple now. بعد كده معانا you drink water. You drink water. انت بتشرب مية. استخدمت زمن المضارع البسيط. فهنا الجملة معناها ايه؟ ان انت في العموم بتشرب مية، انت كائن حي فبتشرب مية. استخدمته ازاي؟ الفاعل بتاعي you. يو من ضمن الجمع، سواء معناها أنت أو أنتم أو أنتي أو أنتن. يو كده كده بتستخدم في الجمع، فبما إنها جمع جبت الفعل زي ما هو بدون أي إضافات. يو درينك، أنت تشرب، أنت بتشرب في العموم. يو درينك واتر. يو درينك واتر. انت بتشرب مية في العموم. You drink water. You drink water. You drink water. الجملة اللي بعد كده He is drinking juice. He is drinking juice. He's drinking juice. He's drinking juice. الزمن المستخدم معايا زمن المضارع المستمر. معنى الجملة إن هو بيشرب عصير،
بيشرب عصير امتى؟ دلوقتي حالا. بستخدم المضارع المستمر ازاي؟ بجيب الفاعل بتاعي، ببص عليه لقيته مفرد فحطيت از، وبعدين جبت الفعل وحطيت له اي ان جي، فبقت ايه؟ he is drinking، he's drinking، he is drinking juice، he's drinking juice، هو بيشرب عصير دلوقتي، he's drinking juice، هو بيشرب عصير دلوقتي حالا، he's drinking juice، he's drinking juice. الجملة اللي بعد كده معانا he walks to school، he walks to school. هنا أنا استخدمت زمن المضارع البسيط، فمعنى الجملة معايا إن هو بيروح المدرسة ماشي. في العموم كونته إزاي؟ جبت الفاعل بتاعي he، لقيته مفرد فحطيت اس للفعل، he walks، الفعل الأصلي walk، حطيت له اس بقى walks، he walks to school، he walks to school، he walks to school، he walks to school، معناها ان هو بيروح المدرسة ماشي في العموم. لكن لما أقول she's walking to school، هي بتمشي للمدرسة أو بتروح المدرسة ماشي، دي معناها إن هي دلوقتي ماشية للمدرسة، يعني هي رايحة المدرسة ماشي دلوقتي حالا. she's walking to school، she هي مفرد فجبت is وبعدين الفعل بتاعي جبته وحطيت له ing، فبقت ايه؟ she's walking، she is walking، she's walking to school، she's walking to school، she's walking to school، هي بتروح المدرسة ماشي دلوقتي حالا، هي رايحة المدرسة ماشي. we eat salad، we eat salad، الزمن المستخدم معايا المضارع البسيط، معناها ايه الجملة؟ معناها احنا بناكل سلطة، ولكن في العموم يعني انتوا بتاكلوا السلطة؟ we eat salad، جبت الفاعل بتاعي we، لقيته جمع احنا، حطيت الفعل زي ما هو بدون اي اضافات، eat، we eat، نحن نأكل، we eat salad، we eat salad، we eat salad، احنا بناكل سلطة، ده ايه في العموم. لكن لما اقول we are eating salad، we are eating salad، we're eating salad، we're eating salad، احنا بناكل سلطة دلوقتي حالا. استخدمت زمن المضارع المستمر عشان أقول إن إحنا بنعمل الفعل ده دلوقتي حالا، جبت وي الفاعل لقيته جمع فحطيت آر فعل مساعد، وبعدين جبت الفعل الأساسي بتاعي وحطيت له آي إن جي، فبقت إيه؟ we are eating، we're eating، we're eating، إحنا بناكل دلوقتي، we're eating salad، احنا بناكل سلطة دلوقتي حالا، we're eating salad، we're eating salad، we're eating salad. they drink milk، they drink milk، they هما drink بيشربوا milk اللبن، they drink milk. استخدمت زمن المضارع البسيط، معنى الجملة إن هم في العموم بيشربوا اللبن، they drink milk، they drink milk. عملت إيه؟ جبت they اللي هي الفاعل بتاعي، بما إنه جمع
فجبت الفعل بتاعي في المصدر زي ما هو بدون أي إضافات. They drink. They drink. They drink milk. They drink milk. لكن لما أقول They are drinking milk معناها إن هما بيشربوا اللبن دلوقتي حالاً. استخدمت زمن المضارع المستمر عشان أبين إن هما بيعملوا الفعل ده دلوقتي حالاً. عملت إيه؟ جبت الفاعل بتاعي they، لقيته جمع فحطيت له الفعل المساعد are، وجبت الفعل الأساسي بتاعي وحطيت له ing، فبقت إيه؟ they are drinking. They are drinking. They're drinking milk. They're drinking milk. هما بيشربوا لبن دلوقتي حالا. They're drinking milk. يبقى أنا عندي المضارع البسيط بيجي عشان يبين لي تلات حاجات، أو بستخدمه عشان أتكلم عن تلات حاجات اللي هما الحقائق والعادات والجداول. طيب بكونه ازاي؟ بجيب الفاعل بتاعي، لو هو مفرد بحط للفعل اس، طب لو هو جمع بحط للفعل ولا حاجة، بجيب الفعل زي ما هو كده بدون أي إضافات. أقول he drinks وأقول I drink، زي ما قلنا إن I و you بيصنفوا تبع الجمع. طيب زمن المضارع المستمر بستخدمه عشان أقول إن الفعل ده بيحصل دلوقتي حالا. لو الفاعل بتاعي مفرد بجيب فعل مساعد is، هو بمعنى يكون بس هنا يعتبر ملوش معنى، هو بس فعل مساعد، وأجيب الفعل الأساسي بتاعي وأحط له ing. طيب لو الفاعل معايا جمع هحطه وأقوم حطاله فعل مساعد are معناها يكون، ولكن هنا في الجملة هيبقى يعتبر ملهاش معنى، ولكن هي بتساعد الجملة، هي اسمها هنا فعل مساعد، وأجيب الفعل بتاعي الأساسي وأحطله ing. طيب لو الفاعل معايا I ليها حالة لوحدها وبنحط لها am، ونجيب الفعل الأساسي ونحط له ing، فأقول I am eating fish، أنا باكل سمك. He is eating fish، هو بياكل سمك. We are eating fish، إحنا بناكل سمك. مضارع بسيط بتكلم في العموم، مضارع مستمر بتكلم دلوقتي حالا. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى انه يكون مفيد ليكو. لو عندكو اي اسئلة اكتبوها لي في التعليقات تحت، وباذن الله هرد عليكو. اشوفكو في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين، في رعاية الله تعالى. سلام عليكم.